أي مكان قطع اليان يعني مكان ثلاثين كائنة إلهدان يعني يفصلون الدين عن الدولة دين في دولة الكرسارة يعني بمعنى على المرأة واحد صعبة بيكسوه مجال خاصة وحولي وحا مركا لغاية بين السوق عطان فقالت مركا الشيخ الباني من السياسة تك السياسة أي لا دين فصل الدين عن الدولة بسيطة دين في الدولة اللي لغاية صار أيها ما لغاية إليه ما قالت كلا مركا يتلوه ذات ويعيد طلب هذا الباني كم إلهان تري لكن مركي دمبر حوالي حزب الأقبال وحزب أنت تدري أشعر مركا لا إله ده أيا استغنى وحوالي كتاب مركا يعني اللي سوى ظاهرة هو مقالة قرن أي هذه الشركة الدنيا إذا كنت وراء يفو كم لها أرضين ومسا الشيخ الباني وكم لها أبو مالك يعني مركا أشقر باني إلا ذا وحاو مركا وكم لها أرضين الباني وكم لها لكن واجد دمبر وحاو نقضي مركا يعني قليها مركا بولاد مركا وحوالي حركات أي مركا وحوالي حركات النقضي وحيا رب دانا مركي تلا يعني مركا ضلالات إلى مركا بالدوار وضحة مركا كتبار كاسو أو مركي هورا قرئي واجي هورا قالوا حقوق تالي لما قال القرآن الإسلام يعني هو زعم ما لله لله وما لقيصر لقيصر ومقولة حكيمة تصلق كل زمان مركا وحوى وفصل الدين عن الدولة على كل حال نكا في حوى واجي جنب الشيخ الباني أو مركا وطر كلام مدن واجي جنب واقع عنه يعني طريقة لأنهك لو قلت أنا وكأن فراغ وحان مكة وحلت وفصل تبكي مكة وحل الشيخ الباني مكة وحلوه إياه طعنين إياه الدجعين إياه الصدلينين إياه تبكي حلت وفصل أو لقى الحفظ واحفر قدم المركي وهري مكة أو الشيخ الشرينة وحلوه إياه مكة فأتلو مكة إياه دليل مكة على كل حال أرسى عبارة وفصل يعني مكة وحلوه إياه من السياسة تبقى السياسة وشيخ الباني ويري يعني حوالي عبارة عن فصل الدين عن الدولة تبكت يعني سياسة أنا وحل أقصر هي سياسة شرعية هي سياسة شيطانية أنا سياسة فاجرة سياسة شرعية هي من الشرع هي ذاتك الشرع هو وافقا جميع الشرع إلى خلافا مركع الشيخ الباني من السياسة تبقى السياسة أي بمعنى من السياسة الشرعية تبقى السياسة الفاجرة معنى وعيدة سياسة الشرعية هي كم هاي سياسة الفاجر كائنة بسرعة يعني واحد من مركز ساعة أي المشرين أما عبارة مركز كلاوي اللي هو المقبولة يعني حكيمة تصلح في جمالنا نكا كلاوي نكا يعني مركز أشقر ليدانية فاعلتا ليس لنا فيه ناقة ولا جنة أحوالنا هو مشروع صورها وهي مركز إلى ما أنت خندق تزبين في كتلة الشراء تبقى إلى كتلة الشراء يعني حوالي الثلاثين تم نلزا كسوة السلوغان الإنسان أما حوالي أطاها مركا اجتهاد من دير الشرعي أما أطاها حوالي السياسة بسمتها وحوالي دينة مركا قصة على الدولة أو السياسة وحاسة هذا أنضاء صفة كسوة الكبتان يعني حوالي الثلاثين سنة واوضة اللي يرسل فيه تدير كاستبروب والتوان في قليل مرة بحل مدى أولي لك اسكتوا أرواري الدولة كسوة إلى الفصفات لي وحين غسر يتولى دفاع تنشرة لكن عبارة المركة في المركة هذا الشيء هو أبنه قال لي هذا الدوال يهور المركة عبارة قريب عبارة نوعا عن أنه يعني ما إطلاقه ذاته وما أضعه حوالي هو مقالة مقولة حكيمة يعني على إطلاق مؤرد يتصلق في زماننا كتاب في ثلاث سنة وكذا هروي الثلاثية كتاب قوادة قرية إما كذلك وحوية كل ولي وكمو تخلينا كتاب في كمبتين وطبعات المطور قريبة وحكا جهد لي سياسة من يوقع لكم تنوك شرعية لدى شرعية هاي وبدا مركا وقيمين والبواكا هذا لي وانا مركا قاعدين وإن السياسة الشرعية كرتو وشرعية كرتو هي سياسة مركا حضاتي لها شرعية هاي وبدا هو السياسة تقريبي مركا عريقا أما عبارة وهي أقبل كرتاه هذا الكيسة كلامك أو خلصي الله وقت يا إيوه أفقده إنه حوالي أبوه شهده يعني ما دام يعني حوالي أن مركا سياسة هذا وقال لك أبان كريم يعني حوالي إن مركا يعني سياسة تهجر إلا استدفق على سياسة هذا
هذا الشرعي عن كل شيء طريقة الشرعي على كل طعن إلا إسكذا تركه أو هو يمرك شرعي على قابله أو يمرك الوجود بيانه يعني مركه حطيت في عمل فل يبرر الشرعي يمرك كده الدعوة يقوم يرسم دوافع يعني مركه وحي نوع أي مركه وحي أكبر كرتا أو مركه أي قدر تايل وبسيط أي لم يصير إدارة مركه الشيخ الزاني يترك السياسة من السياسة عن صوت سلوك المملكة صوت أكله أوكي المغرب وإلا هالذكر هذا الجزء كان صور مريا إسلاكي سادة فيها إلا إلا صور مريا أصوصها بصروح أولي السياسة المركة السياسة الشرعية اللي يتلتو يعني مركة تاسي إلا صور مريا أو تقريبا هي مركة تاسي وحانا مركة الكامل صلى الله عليه وسلم وحولي هلاك أمتي على يدي ظلمة مزريش هلاك أمتي دي وقفو حصل إياه يعني مركة دعمها إنا مقريش كاملة حافظ ابن حجر سوى حديث شرح يوحي في والمراد أنه يهلكون الناس بسبب طلبهم البركة والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط ويكثر الخبط لتوالي الفتن وكان وحي الغسل ومطل يحكوها لا تستمرس دعمها إلى مصر يشتمل والمراد في هاي تفكي وحيكوها لا يجب إلى مدى في حكم كأن سيقرصان باشترى إن قلت بها هي الملتي بوضي لحكم كودا أي الدوريس في قطن كالدور أيام يدرس في جلسة يسوطة قالوا أيام يسوط جميل أيام أي المركزات كهلاك أيام بابي أيام فتبتد أحوال الناس أتك أحواش وذي حالته وذي تستهاد يستطعمان أيضا ويصل الخط مركز سوى حوالي يدعب على المركز فرفضان أيام وعقوب فرفضان يتكر فينا يتكتب التقال وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم أبي قرمو تقول عين سي النبي وغوه همي وأما قوله لو أن الناس اعتزلون هذا النبي يقول لي قصة هذا كذا قال لها إيه محذوف من جوابه وتقديره ومن لحذف جواب كذا وتقديره قد رأي سما لكان أولى به يعني من حظه مع صبروي أو من سعيه وكان النبي وقت المضي هذا قصة كذا قال ما في ماله والمراد باعتزالهم أن يداخلوهم ولا يقاتلوهم ولا يقاتلوا معه ويفر بدينهم من الفتن وعلو بس إذا ما حيث المركة ديران شيء كده رانا جانا إنا اللي مركة إذا أجري إنا يحوى يا إنا لدى قالمي إنا اللي مركة دين صورة كالعرارة فتح الزاري له مجلسة في الأسرناء فتحدى ورأي الصباح إلى سكين الإسلام كتاب الإسلام حديث كان تضبطهم إيا تضرأي كنتم مركة فقط كمركة إذا الله أنا الناس يعتزلونه كيف علماء مشتاق إذا واقع حرام بحين كان مركة إذا حفظات فيه مضحي يقوي مركة شرعي لأنه يكون مامورين إلى الدرس كذا في هذا أن تلك الماما يروى كان الأمر هو التقرير الصي هذه السنة الشيئية ما هلا الواحد يريد إن الحرص ويستغل على مجه ركما إن الحرص على الملك هو سبب الفتن والاقتتال ورياقة الدماء لذلك مركا يعني قد ذا الملك وحكا أصور كاوية فتن كاية إسلين كاية جداد مركا وحوية إلهي واسم يريد أرض أمان يا أرض صنها لا يريدون علوا في الأرض ولا فتن يعني مدهم إياه يعني مكة قرينة أغلامة قرينة هي فساد منا ما ظهر مكة الحوالي إمارة إنه تدارية ولا أكثر مضى يا مكة هروا مكة يتوقعوا على السنة يحوين على السنة يعني ما مكة قرطانة تلتها مكة اللي يدادو كان يدوكي صلى الله عليه وسلم يعني مكة إلى يوم مجلد نوية مضى السلمة أحد مكة الدولتوني أنا كنت داري أحد يسمى مكة صحيحة مركا عندنا الله شهادة مركا قاروح الغيه بين الإلهدان واسم مركا ويوسف قفت الهلاء على الظهر شهادة الوحي صحي شكوا بني مضى وقشة وغينا مركا قواب وقياس مع الفارق الله الشيء أخرى الدول يعني الله يصير قياس قادم يومي قياس مع الفارق نوى ضاري مرلوات سوى الشرع من قبلنا هطيبة سبنا سوي الدوني هطيبة رغسوا قادم يوسفين الدوني وشرع ما قبلنا الشرع جاءنا إلى الدورنا كمثل إلى أمرنا شرع ما قبلنا ما ليس بشرعنا لنا إذا جاء في شرعنا لا نقاوش وطلع الله وقاطل في الشرع ما الصدحاتك وحاول أن تكون نايل إنه الدورنا النبي يصبح الله بلقى يعني مركة وحاولي إنه ممكن نقونا أيضا أو منزلة الرئيسة مركة وكهرة أيضا فقط تأسيسة طبعا نمركة وضع عيما يكون شقد النوع في عيما أي أيوة تعيين سليم مركا طارق لك في سارة الثانية